أنا الهبة صالح ضياف، وزوجي المرحوم عثمان زرت، وعندي 10 أطفال. وهو معني تسلم روحه بروحه، مش يسلم روحه ليهم. وبعدين جابوه في التحقيق نهار 7 أيام تحقيق، وبعدين جونا للبيت ثاني يوم. شو هدوا الحوش، هدوا الحوش السور اللي قدامي، ومانيته وناس ما تعرضنا لها. احنا قلنا لهم الناس ما عندناش من وين نمشوا. لين اليوم الاعدام صار مانيته اني طالعه والله الا من الحمام في المنطقه، لقيت من خشيت الحمام انا كحد، لقيت الحوش معبي. بعد ما طلعت من الحمام معنيتها ناس ما بش يقولوا لي حتى لاخر لحظه، ما بش يقولوا لي. لين بعدين الدفعه الاخيره نخشوا نساوي الدعاء، عيطوا يقولوا مات مات، عدموه 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 خلص. بعدين العزاء ما بش يخلونا حتى خيمه نديروها، يعني تمانين العزوات ماشي يجونا الناس، حتى اللي بيجي ولوا من نفس الطريق بتاعيني وناسنا كل ولوا، ما بش يجوا، خايفين من الناس يشدوه. صوبات صغار حتى من المدرسة يمشي المدرسة مسمين مصالح شكل الكلاب الضالة، يجوا يشكوا لي يقولوا يا ما احنا وشنو وشنو. نقول لهم لا لا احنا ما شنو كلب ضال، احنا بونا بوك مش معناتها اشرف ناس مش كلب ضال، ما تاخذوش عليهم معلش. لان معناتها وبعدين قروا اللي قروا، بعدين صعبت عليهم وشغل دماغهم عاش حتى يوم يقولوا ما عادش نبوا نقروا خلاص. قعدوا معناتها عندك وعاشنا الحمد لله. مشينا في عانينا معناتها فترة صعبة صعبة هلبة هلبة. وبعدين مراقبين علينا ومعناتها ما نقدرش حتى نتنفس، ما نقدرش حتى نقولوا كلمة، هني مكمودين ما نقدرش نقولوا كلمة حق بوك. يعني لو جو واخدوا البيت واخدوا كل الرزق وخلوا بوهم يشطنيش الرزق، لابوهم قعد ان ابوهم مش مشكلة الرزق، لكن مشي الرزق ومشي ابوهم صعبة علينا، ما عادش لاقين حتى وين باش نحوسوا في حوايج، باش نلبس صغاري ولا نحوس في معين باش نطيب، ولا متشردة هيك تشريد بصراحة، شردونا تشريدة مش عادية.